مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. جيت نخدم معكم كونفيتور تاع الفخاز، نظن انكم كامل تعرفوا يعني الطريقه تاعو. فوالا، حكمت الفراس تاعي، نخلها مليح في الماء، درت لها شويه تاع الخل، نقيتها مليح. دوك واش راح ندير؟ حن نقص هكا يعني حبيبات بقى، نديرها مسالة دو فخوي، والباقي ان شاء الله راح يعني كنا كليناها البارح، درتها البارح، زاد جات ماما اليوم، زاد جابت لي كتر خيرها. حنز يعني كليناها البارح، قلت على نزيدو ناكلوها اليوم، خليني بروفيتي وندير منها شويه كونفيتور. تبعوني كيفاش راح نخدم كونفيتور تاع الفراس. هاوليكم الفخاس تاعي، شوفوا كيفاش قصيتو هكا، عادي نورمال تي مورسو صراحه كما راكم تشوفوا. ها كيفاش قصيتو. درك واش راح ندير؟ راح هاد الكميه تاع الفراز راح نكيلها في غميقه ولا حاجه، ليسونسيال نفس الكميه هذه تاع الفراز نكيل بها السكر، فهمتوني؟ نفس الكميه هذه تاع الفراز راح نكيل بها الكميه تاع السكر، ومن بعد نغطي عليه ونحطوه في الفريجيدار يبات ليله كامله هو في السكر تاعو، حتى من غدوه الصباح باه نشعل عليه يطيب ان شاء الله. فوالا، راني حطيت له كميه يعني كيلت الفراس تاعي، هذاك الكيل تاعها درت له حطيت فيه السكر، يعني نفس كميه الفراز نفس كميه السكر كما راكم تشوفوا. من بعد خلطت هذاك السكر كامل مع الفراز، دوك راح نغطي عليه. هي وما تنساوش تحطوه في حاجه تكون ثقيله، انا حطيته في هذا المبوطه كنتو تشوفوا فيها ثقيله. ونغطي عليه ونحط كما قلت لكم يبات في الفريجيدار ليله كامله، من الصباح ان شاء الله نشعلوا عليه مع بعضنا. صباح الخير عليكم، بديت معكم لا فيديو البارح كي خدمت الفراز، قلت لكم يعني تخليوها تبات ليله كامله في الفريجيدار. درك انا في الصباح شوفوا كيفاش طلق السيرو تاعو، يعني السكر هذا كامل داب. درك واش راح ندير؟ حنحط له ساشي تاع لافاني، ونشعل عليه على نار دليله ونخليه يطيب، ومن بعد راح نشوفوا معايا كيفاش راح نكمل الطياب نتاعو. الوغ البنات، بعد ما حطيت الاخر الكونفيتور تاعي تاع الفراز يطيب كما راكم تشوفوا، غطيت عليه وحطيته على نار ناقصه. دوكا راح نوجد معاكم الغداء ان شاء الله. راح ندير العيش كما حايد يقولوا له العيش، حايد يقولوا له البركوكس، يعني كل واحد كيفاش يسميه، حنا نقولوا له العيش. اول حاجه قطعت الخضره تاعي، درت حبه تاع السناريه وحبه تاع جايوات، قصيتهم هكا بتي مورسو صغار كما راكم تشوفوا فيها. حبه بطاطا يعني متوسطه تاني قصيتها هكا، وحكيت حبه بصل متوسطه مع زوج سنينه تاع الثوم، وحطيت توابل ملح فلفل الكحل حمار وشويه تاع راس الحانوت وشويه كمون. نعاود الخضره قصيتها كما راكم تشوفوا بتي مورسو صغار، البطاطا وحبه بصل متوسطه مع زوج سنينات ثوم مع الملح والفلفل الكحل والحمار وشويه كمون وشويه راس الحانوت، باه يجي بنين العيش نحبو، نحبو يعني هكا فيه التوابل باه تجي فيه هذيك البنه مع الجو كما راكم تشوفوا البرد، وداك ما يسدلكها غير العيش. فوالا، حطيت هنا طريف تاع الدجاج تاعي في البرمه تاعي. واش راح ندير؟ راح نرمي البصل اللي كنت حطيته مع الثوم والتوابل تاعي. فوالا، راح نحط الجريوه تاعي بها بالسناريه. فوالا، وراح نحط لهم شويه تاع الزيت ونقليهم مليح مع بعضهم. فوالا، حوالي زوج مغارف كبار هكا. بطاطا يعني طيب بالخف، ما نحطهاش دوكا، نخليه من بعد ونحطها. وراح نحطهم على النار ونشعل عليهم ونقلي الخضره تاعي مليح. الو، راني قليت كل شيء تاعي مليح، ضفت بك حاجه نسيتها، الحمص ضيفوها يعني تاني هي تجي مع العيش. لا عينكم الماكله تاعكم صدقوني تجي بنينه، قليو
قليو على قد ما تقدروا، يعني مدوا لها وقتها مليح في التقليه باه تجيكم الماكله بنينه. فوالا انا مديت لها حقها، يعني تقلات لي مليح حتى قريب لصقت في البرمه. دكا رايحه نمرق، بسم الله، ما سخون طبعا. فوالا مرقوغ، يعني قيس ما تسحقو. انا مرقت شويه وكانت فضلت لي شويه مرقه تاع النعمه اللي كنت خدمتها معاكم. يعني هي ايضا راح نزيد نمرق بها، يعني مع هذيك المرقه راح تجيني الكميه كافيه. فوالا من بعد شويه هكا يعني كي طيب لي الخضره هذيك ويدخلها طياب، نزيد نرمي البطاطا، لانه البطاطا طيب بالخف كما على بالكم. هنا الخضرة تاعي انا اللي هنا كملت كمشتوني قبيل، مرقت بالماء سخون وكملت هذيك الكمية اللي بقات لي تاع المرقة تاع البارح تاع النعمة. على هذي كنت تشوفوا فيها شوية حمراء، يعني ما حطيتش يعني طماطم كونسونتخي. الوغ دوكا كيما قلت لكم الخضرة تاعي شتها دوكا، نسيتها، لقيتها تدخلها الطياب. دوك واش راح ندير؟ راح نرمي البطاطا تاعي اللي كنت قصيتها هكا شي مبسوط صغار. بهزي الطيب لي هي ثاني، بعد شويه راح نزيد نحط الطماطم، يعني باسكو ماشي حمراء بزاف، يعني هذه الحمارة تاع المرقه بك اللي كانت في دارتلي. فوالا دوك نخليهم يزيدوا يغليو شويه ومن بعد نرمي العيش تاعي. انا لهنا يعني تقريبا كل شيء الخضره تاعي كانت تقريبا طايبه. دوكا واش راح ندلها؟ راح نحط لها طماطم كونسونتري، مش راح نكثر بزاف، لانه كما قلت لكم المركه ديجا كانت فيها طماطم. راح نحط يعني حوالي مغرفه كما قلت لكم، راح نحط حوالي نحط هكا ونشوف. حرك مليح ما نكترش بزاف، نظن انه هاد الكمية كافية. نقوم نزيد شوية تاع الطماطم، هكا برك شوية، مش حاجة، نقصها شوية برك. فوالا حرك مليح. دوك نخلي الطماطم تاعي تهز الغلية شوية تذوب كامل، ومن بعد راح نرمي العيش تاعي. الوغ انا في هذيك الكميه تاع المرقه اللي كنت وشت درتها، كيلت كاس كيما هذا، عبرت به العيش تاعي. دوك واش راح ندلو؟ راح نصومو انا العيش هذا المفتوح تاع الدار، مش عليكم نصومو احسن. هكذا افتح عليه العين، هكذا وندلو بيدي هكا. نشوفو ومن بعد نسيح هذاك الماء. نسيح هذاك الماء كامل اللي كنت صبيته، غير بشويه هكا حتى يسيح لي كامل. فوالا ها، ومن بعد نخليه يشيح جست كي يشيح لي مليح من هذا الماء، نرميه في المرق في المرقه تاعي. والمرقه تاعي اللي قويت لها النار، يعني باه تغلي لي كيما راكم تشوفوا.
هاي تغلي، خليها تغلي هكا راح ما لو طون يشيح لي هذا العيش ونرميه. درك شوفوا ها هو العيش تاعي راهو شاح كما راكم تشوفوا، هاي كل حبه وحدها. درك راح نرميه في المرقه تاعي. بسم الله برا ونحرك مليح، حركوا مليح. فوالا هاكم، ونقص عليه النار ونخليه يطيب في عقله. وهنايا الكونفيتير تاعي كنت طفيت عليه، هاوليكم كيفاش راهو سخون، ما نحكي لكمش. هذا وين طفيت عليه، من بعد ان شاء الله كي يبرد راح نحطه في السكريه ونوريه لكم كيفاش جا. يعني دالي في الطياب حوالي ساعتين ماكسيموم على نار دليله خلاص حتى نعقد. هاوليكم كيفاش جا، شفتوا كيفاش. درك بكره راح نحطو طرونش تاع قارص، هو هكا سخون. فوالا راني حطيت طرونش تاع القارص، ندخلها فيه. شوفوا كيفاش جا، انا خلي قصيتو يعني كيما شتوني باه هكا في مغصو باه يبقاو لي هكا الطراف تاع تاع الفراز باه ما يدكدكش كامل. شوفوا كيفاش مقعد، ونشوفوا القوام نتاعو. هذا وسخون، بعد كي يبرد راح يجبد مليح. معليش كي يبرد راح نزيد نصوره معاكم تشوفوه. نغطي عليه ونخليه يبرد. هنا العيش تاعي راح نطفي عليه، راهو طاب وجد. المرقه تاعو تقالت كما راكم تشوفوا، نبعث لكم شويه على كام على لافابور. كما قلت لكم الخضره طابت، العيش طاب. شللت برك هكا واحد فلفل راح نرميه فيه ونطفي باه يطلق النسمه هذيك برك تاعو تاع الحار. فوالا نطفي عليه ونخليه يريح شويه هكا، ومن بعد راح نشوفوه معايا ان شاء الله في صحن التقديم. هذا غدانا تاع اليوم، عيش اللي كنت حضرته معاكم هاوجدت وقدمته في القصحة هذه. كيما راكم تشوفوا راهو سخون يشاح لي، شاهدكم في الجنة ان شاء الله. الطريقة تاعو سهلة وكيما قلت لكم هو مليح في هذا الجو، يعني البرد وصحي ومفيد بالخضرة وكل شيء. فوالا هاوليكم كي قدمتو، وهذا الكونفيتير اللي كنت خدمته معاكم بعد ما برد، راني حطيته في السكرايا. شوفوا كيفاش جا، يشهي تاني. فوالا هاو السيغو تاعو كيبرد، تقال شويه مش كيما قبل كي كان سخون. البنه بلا ما نحكي لكم، يعني نورمالمون ما فين نديروه. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله في الملاقات مع فيديو جديد مع حاجه جديده. بقوا على خير.